جلالي أرناج كاتب عام جمعية الإخوة أزعيتر. اليوم كذلك قافلة التدفئة تحط بالأطلس المتوسط وبالضبط بنواحي أزرو في هذه الجبال الجميلة، ثلوج يعني ومناظر خلابة، الطقس بارد جدا، لكن هناك تضامن، هناك عمل خيري تضامني تقوم به الآن جمعية الإخوة زعيتر برئاسة البطل العالمي أبو بكر زعيتر رفقة إخوتي عثمان وعمر زعيتر. هذه العملية التضامنية بشراكة مع جمعية التعاون بلا حدود التي ينشط فيها مجموعة من الشباب ما شاء الله عليهم، وبإيحاء منهم تم يعني اقتيادنا إلى هذه المنطقة الجبلية النائية، وكذلك بشراكة مع جمعية الغد للنهوض بالعالم القروي، وبشراكة مع السلطات الإقليمية وعمالة إقليم إفران. هذه العملية كما شاهدتم تم إصلاح 4 أقسام لهذه مجموعة مدارس البقريت التابعة لهذه المنطقة، أقسام تم استصلاحها، كذلك قمنا بتجهيز هذه الأقسام بمجموعة من المقاعد ومجموعة من الطاولات، أكثر من 100 مقعد وأكثر من 100 طاولة، بالإضافة إلى مكاتب للأساتذة وكذلك سبورات من أجل التدريس. كذلك شاهدنا في هذه العملية توزيع مجموعة من الهدايا على المتمدرسين الصغار في مختلف المستويات الدراسية ومختلف الأعمار، ناهيك على توزيع ومنح آباء وأولياء التلاميذ مجموعة من المساعدات كما شاهدتم من أجل يعني هاد البطانيات من أجل التدفئة. هذه العملية فيها يومين بهذه المنطقة، غدا سوف كذلك تستمر لتوزيع المواد الغذائية على الدواوير والدشاشير. بالنسبة لعملية التدفئة أو قافلة التدفئة، كذلك جمعية الإخوة زعيتر سوف تستمر يعني فيها طيلة أيام فصل الشتاء. المحطة المقبلة إقليم جرادة تندررة الجهة الشرقية. سليمان زارو رئيس جمعية التعاون بلا حدود. احنا جينا اليوم لهاد المدرسة اللي كاينة في قرية البقريت في إقليم إفران، بالضبط حدا تيمحضيت، جينا يعني صيبنا لهم المدرسة، عاودناها بكل ما هو يعني دخلنا الماء صالح للشرب، الكهرباء، عاودنا ليتونشيتي، واليوم جينا عند التلامذ باش نشوفوا كيفاش جاهم الأقسام الجدد اللي صيبنا لهم في معايير دولية، أقسام بمعايير دولية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. والتلاميذ الحمد لله اليوم جينا فرقنا عليهم لي تخوس يعني فيهم شتة الاسنان، الدونتيفريس، المشطة، وداكشي داكشي اللي يعني ديال ليجيان باش نحسوهم بالمخاطر ديال هذا الفيروس، وايضا نحسوا هاد يعني النش باللي راه ضروري يكون النظافة، لان يعني النظافة من الايمان، والنظافة هي اللي كتحمي من هذا الانتشار ديال الفيروسات ومن الامراض وكل شيء. يعني اليوم كانت حملة ديالنا ديال نحسسوا بالكوفيد، وايضا نفرحوا هاد الناس بالاقسام الجديدة اللي غيدخلوا ليها ان شاء الله مور العطلة. اخويا الله يجازيكم بخير، جبتنا هاد الشيء المانطا والكارتون الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير، الله يوصلكم بخير. الوقت البرد هذه راه الثلج كاين وكاين البرد وكاين، الله يرحم الوالدين، الله ينصر سيدنا. هاد المباراة جات مزيان، الله ينصر سيدنا، عطاونا الغداء، عطاونا كل شيء، الله ينصر سيدنا، اللهم لك الحمد، جاونا في هذا الوقت الشتوى كاين البرد كاين كل شيء، عطاونا الغداء مزيان، الله ينصر سيدنا. عطاونا الكواش، عطاونا الحوايج، عطاونا كل شيء، عطاونا كل شيء، اللهم لك الحمد. مزيان المباراة الحمد لله، اللهم لك الحمد، الحمد لله مغربنا والشعب ديالنا وعاش الملك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.